أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جاريته مارية رضي الله عنها، أم أنها عتقت من حين ولادة إبراهيم عليه السلام؟ وهل تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها عاشت إلى وفاته فلا أعلم شيئا من ذلك، يحتاج إلى مراجعة. نعم.